اذا لينير ماشين فيكتيشس، راح احط جنبها فيكتيشس. فيكتيشس يعني تخيلي، ما فيش محركات بالدنيا، وراح احط جنبها دي سي لانه هي كانها دي سي ماشين. الفيكتيشس لينير ماشين شو عملنا؟ اجينا طالع من الصفحه حطينا ماجنتيك فلكس دنسيتي يونيفورم، وهذا هون بي. فبي طالعه من الصفحه من عفوا داخله بالصفحه. وبعدين جبنا سلك طوله 10 متر عشان هيك بحكي لكم انها فيكتيشس. اوكي جبنا سلك كوندكتر حطيناه 10 متر وخليناه بهذا الاتجاه، ما رحت ميلته هيك. وبعدين حطيت هذا السلك كاني حطيته على سكه، فهذا هون السلك بيقدر يتحرك على هاي السكه، في الكتريكال كونتاكت بينه وبين السكه، بس هو فري انه يتحرك يمين وشمال. وجيت هون عند الاطراف هذه حطيت كونتاكت سويتش وحطيت بطارية. هلا وانا فاتح هذا السلك ايش راح يصير؟ هل راح يمر كارنت في هذا السلك من هون؟ هذا السويتش مفتوح، ما فيش عندي كارنت، ما راح يصير اي شيء. هلا اذا جيت في لحظه معينه سكرت هذا السلك من هون، هلا بدنا نتذكر انه هذا مقاومته مش مهمله، في له مقاومه، اي سلك في له مقاومه. راح نفترض انه في له ار، راح نسميها ار اي، اي ستاندز فور ارمتشر، بنشوفها بعدين لما نروح على الدي سي موتور. وراح افترض انه ار اي بتساوي 0.3 امبير، وفي بي بتساوي 120 فولت. هاي ايش ممكن تكون ال 120 البطاريه هاي؟ زي ايش مثلا؟ زي لو رحت جبت 120 فولت، طبعا عالي من هون، عندي دي سي فولتج سورس، مجموعه من البطاريات ركبتهم ان سيريز او شيء زي هيك، تكون عندي 120 فولت. 0.3 ايش؟ شو هي 0.3 امبير، عفوا 0.3 اوم. هاي المقاومه تبعت الدائره، طبعا هي مش انها المقاومه مركزه هون، ايش يعني 0.3 اوم؟ كل هاي موزعه ديستريبيوتد، اتس ديستريبيوتد بارامتر. وانا ماشي بالسلك راح اجمع، ما فيش مقاومه واحده، ما راح افتح هذا واطلع الاقي في مقاومه اسمها 0.3 اوم. هي كل المقاومه تبعت هاي الدائره طبعا نسبيا ايش هاي بنعتبرها؟ منخفض. تمام. هلا اجيت انجنيت وسكرت السلك، شو راح يصير؟ ايش اللي بقاوم الفلو تبع الكرنت هون في الدائره هاي؟ ما فيش غير ال 0.3 امبير، ال 0.3 اوم، ما في غيرها، مضبوط؟ قديش الكرنت راح يمشي؟ حسب كي في ال راح يصير 120 على 0.3، فاي انيشال او اي ستارتنج راح اسميها بتساوي 120 على 0.3. قديش 120 على 120؟ 400 تطلع 400 امبير، طبعا رقم خيالي، ولذلك احنا بنضل نرجع نقول فيكتيشس، بس هي الهدف منها توضح مبدا معين. مر عندي 400 امبير، شو هلا لازم يصير عندنا؟ ايش تكون عندي؟ في موتور افكت، مزبوط؟ ما فيش حركه لسه، ما بقدر اقول انه في جنريتر افكت، بس في موتور افكت. شو تحقق عندي؟ عندي ماجنتيك فلكس اتجاهه داخل بالصفحه، مش هيك؟ ايش عندي؟ كارنت. الكارنت كيف راح يكون اتجاهه هون؟ حسب هذا رسم البطاريه. هيك ايش لازم تكون عندي؟ فورس. قديش قيمه الفورس؟ متذكرين قلنا الفورس بتساوي اي ال وبي عمودين على بعض، مزبوط؟ ال قديش طوله؟ 10 متر. بي انا ما اعطيتكم اياه، بي قيمته 0.1 تسلا. اذا عندي بي، في ماس للبار، الماس تبعت هذا البار بتساوي 10 كيلوغرام. ليش بيهمني الماس تبعت البار؟ اكسلريشن، عشان لما اطبق ايش القانون اللي بطبقه؟ نيوتن لو، نيوتن لو. اوكي اذا هلا عندي في فورس، الفورس اللي راح تتكون راح تساوي اي اللي هي 400 امبير في ال اللي هي 10 متر في 0.1 راح تكون عندي ايش الوحده؟ 400 نيوتن. هذا السلك الان راح يتكون عليه 400 نيوتن. شو الانيشال اكسلريشن راح تصير؟ على 10 كيلو. وين راح يكون اتجاهها؟
بهذا الاتجاه. اذا شو راح يصير الان؟ اذا في تسارع ايش راح يبدا يصير عندي؟ راح يبدا يصير في زياده بالسرعه. قديش الانيشال سبيد؟ زيرو. راح يبدا هذا يزيد، مش هيك؟ هلا شو راح يزيد؟ راح اذا الاكسلريشن ضل موجود هذا ايش راح يصير بالسرعه بعد فتره؟ راح تضلها تزيد وتزيد، مش هيك؟ تزيد باستمرار. في عندنا كمان فريكشن، انا هون نسينا نحط الفريكشن. الفريكشن 20 نيوتن. فايش لازم اعمل؟ 480 ناقص 20 راح يعمل هون 80 متر بير سكند سكوير. اوكي، ايش راح يصير الان بالماشين هاي؟ هلا بديت اطلع، شفت هذا عمل اكسلريشن، معناها كل ثانيه قديش عم بتزيد سرعته؟ بعد ثانيه قديش راح تصير سرعته؟ 38 متر بير سكند، وبعدين 76 متر بير سكند. وهذا راح يستمر هذا الوضع. اذا استمر هذا الوضع قديش راح تصير سرعته بالنهايه؟ انفينيتي. مضبوط. ايش المفروض يصير الان؟ بده يصير في رياكشن. تمام، ايش الرياكشن؟ صار عندي الان حركه. مضبوط. ايش الحركه راح يصير عندي غير الفريكشن؟ لا، راح يتكون عندي جنريتر افكت. ايش الجنريتر افكت؟ بقول هل عندي حركه؟ هل عندي ماجنتيك فلوكس؟ الحركه بهذا الاتجاه الماجنتيك فلوكس، الماجنتيك الحركه عندي بهذا الاتجاه الماجنتيك فلوكس بهذا الاتجاه، ايش راح يتكون عندي؟ تيار مائي. اي ام اف. مضبوط. لاحظوا الاي ام اف شو اتجاهه؟ عكس. عكس. وهذا كمان بيتفق مع لينزز لو. لو انعكس كان راح يصير عندي فولتج جديد، والفولتج الجديد يجمع مع فولتج البطاريه، شو راح يعمل بالكرنت؟ يزيد، وراح يزيد الكرنت. مش منطق، مش هيك؟ اذا هذا الفولتج راح يقاوم الفولتج الاصلي اللي عماله بنشغل. هذا بنسميه باك اي ام اف. هلا هذا راح يستقر قيمته عند نقطه معينه. قديش راح يستقر عند اي قيمه هذا الباك اي ام اف؟ راح يستقر عند قيمه معينه حتى ينتج عندي فورس معينه. فراح يبدا يتكون عندي فولتج هون بين النقطه هاي والنقطه هاي. الفولتج هذا راح يتكون ما بين النقطة هاي والنقطة هاي، راح يقاوم الفولتج اللي موجود هون. فلو حطيت V EMF شو راح تصير الآن المعادلة الجديدة؟ هلأ صار في عندي فولتج يقاوم الفولتج اللي موجود هون، مش هيك؟ شو صارت المعادلة الآن لهذا السيستم؟ صارت V تبعت البطارية أو السورس ماينس V باك EMF. حطها هون كابيتال. هلأ هذا الفولتج عايش من أسم قاسم على ار اي، مش هيك؟ او هذا بيساوي اي كرنت في ار. اوكي، مضبوط. هذا من وين راح يجي الباك يا ميف؟ ايش راح يعتمد؟ راح يعتمد على السرعه، وراح يعتمد على الماجنتيك فلوكس اللي موجود. اوكي، هذا ايش هذا اللي هو الجنريتر افكت.